بتخصيص وقت له وغيرها من الامور، هذه كلها اقامه. مثل ما اقام يسوع عليه الصبيه من الموت، نحن ايضا بامكاننا ان نقيم الاخرين، ليس فقط من الموت، كلنا سنموت مثلما يقول مرقس. ولكي ما نكون هكذا، يجب لكي ما نقيم الاخرين، يجب ان يكون لدينا ايمان. اما اذا لم يكن لدينا هذا الايمان، اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ يسوع عندما كان يتكلم كانوا يقولون عنه انه يتكلم كمن له سلطان. هذا السلطان هو الايمان. بامكاننا نحن ايضا ان يكون لنا سلطان ان كان لنا ايمان. فنحن ومن يذكر النص ان عمر الفتاه هو 12 سنه. لماذا يذكر هذه المعلومه؟ هنا وكانه الكاتب ينتقد هذه الحاله، كيف يمكن لفتاه صغيره بهذا العمر 12 سنه، كيف يمكن لهكذا فتاه صغيره ان تموت؟ كيف يمكن لله ان يسلبها حياتها؟ لماذا الكثير من اعتراضاتنا نحن؟ ليش يا رب؟ ليش عملت هاكف فينا؟ ليش صار هاكف علينا؟ وهذا الحقيقة أعود وأقول وأرجع إلى الكلمة التي بدأت بها وهي الإيمان، لأننا لدينا نقص بالإيمان، نرجع كل شيء إلى الله. ليش يا رب؟ ما إحنا مسيحيين وشواذ، ليش تعمل فينا هكذا يا رب؟ ما الله يعمل فينا، لكن احنا اللي نعمل بنفسنا لانه ايماننا ضعيف. فكل شيء هو ملك لله، الحياه وما فيها والموت وما فيه. مرقس يقول ان حيينا فلنروح نحن، وان متنا فلنروح نموت، ان حيينا ليش يهمنا ما يصير في حياتنا ونتألم وكأنه النهاية؟ لا، كل شيء في الله هون وهون يصحنا. يا جماعة المؤمنين، إن شاء الله كلنا من المؤمنين، الدين عندما يدخل إلى أي مكان يفشل هذيك المكان، الدين اي دين كان. وهي حالة بلدنا اليوم. سيطر الدين مثل ما نشوف قدامنا عم الفرع. كما ان الدين سيطر على الكنيسة في فترة من الفترات المظلمة السابقة. عند ذلك الكنيسة انحطت وصارت مؤذية ومستغلة ومتكبرة. يجب ألا يسود الدين، لكن الذي يجب أن يسود هو الإيمان. هناك فرق بين الدين والإيمان، فرق كبير. الدين هو الطقوس، الممارسات، الشريعة، الحلال والحرام، هو أن أعتبر نفسي أفضل من غيري. صعد رجلان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشّار. وقف ذلك الفريسي يقول: أشكرك يا رب لأني أزكي وأعشر وأصلي ولست كذلك الفريسي مثل ذلك العشّار الخاطئ. هذا هو الدين، نجعل من أنفسنا أفضل من غيرنا. وهذه ربما من أجل تحقيقها نقضي على كل شيء وحتى على الإنسان الآخر. إذا نريد أن نكون متدينين في
الزواج ده نقطه عن اخرين مثل ما عايشين اليوم. اما الايمان وهذا هو الشيء يهمنا وهذا هو الشيء اللي عم نتكلم عنه هو ترك مصيرنا بالله فهو سيد الحياه والموت وسيد كل شيء. هذا هو الايمان. الايمان هو لا تخافوا فشعر رؤوسكم كله معدوم. هذا هو الايمان. الايمان هو التوكل على الله بكل شيء والثقه به وان لا يهمني شيء في الحياه سوى الله. هكذا كان يسوع يأكل ويشرب ويعمل كل شيء لكن لا يدع أي شيء يسيطر عليه ولا يكون عبدا لأي شيء يتعرض له. وهكذا يجب أن نكون لكيما تغمرنا الراحة والسكينة والسعادة والرجاء. مسيحيتنا ليست ديانة. اليهودية ديانة صحيح. الإسلام ديانة صحيح. أما المسيحية ليست دين. فيسوع لم يحلل أو يحرم شيء. اذكر لي شيء في الإنجيل قال يسوع هذا محرم وهذا حلال. ليس هناك أي شيء. لكن دائما كلام يسوع ليتقدس اسمك لتكن مشيئتك بين يديك استودع روحي. هذا كلام يسوع، كلام الايمان البحر وليس شيء غير الايمان. تركنا الايمان وتمسكنا بالديانه لان الديانه اسهل، اسهل بكثير. الانسان يبحث دائما عن المحددات، افعل كذا ولا تفعل كذا، فهذا اسهل عليه من الايمان. لماذا؟ لانه لا يحب ان يكون مسؤولا. من هو الانسان؟ لا يحب ان يكون مسؤولا فيتجه الى الدين، لا يحب ان يكون مسؤولا على غرار ما خلقه الله على صورته ومثاله. يقول الله لادم وحواء في سفر التكوين بعد ان اكلوا من هذه الشجره من هذه الثمره ان صح التعبير تصيرون الهه. في قدر الادم وحواء نحن تصيرون الهه تعرفون الخير والشر. واحدنا يريد ان يكون اتكاليا، يريد ان يكون عبدا فنلتجئ الى الدين. بينما يسوع يقول لا تدعوكم عبيدا بل ابناء واحباء احرار مؤمنين. اريدكم ان تكونوا مؤمنين. لم اخلق لكم ديانه. يسوع لم ياتي ويقول خذوا هذه المسيحيه. لا، يريدنا ان نكون احرار مؤمنين. هذا ما يريده يسوع. الايمان هو الانفتاح كمثل الطائر الذي يهيم في سماء واسعه شاسعه وكل شيء امامه وكل شيء لديه. هذا هو الايمان. ونحن كلنا نحب مثل ما قلت نريد ان نكون مع الدين لا مع الايمان. وهذا بالضبط ما يمتعنا في المشاكل والمرات لأننا متدينون ولسنا مؤمنون. نقع في المشاكل والمطبات وعندما نريد أن نترك الدين مثل ما يفعل بعض الناس وخاصة في الغرب يتوجهون ليس إلى الإيمان لكن إلى الإلحاد وإنكار وجود الله. إبراهيم دعي أبو المؤمنين. ماذا كانت ديانته؟
مسيحي يهودي أو المؤمنين وليس الأنبياء. الأنبياء كلهم مؤمنين. يسوع كان مؤمنا وصنع المعجزات. الإيمان يحيي والدين يقوي. لذلك المسيحية الحقيقية ليست ديانة لكن إيمان. نعود إلى النص. ويأتي أناس ويقول لرئيس المجمع: ابنتك ميتة لا تزعج المعلم. يريد هؤلاء أن يزعزعوا إيمانه. لكن يسوع ماذا يقول؟ إذا انتبهنا إلى النص، يقول لرئيس المجمع: لا تخف، حسبك أن تؤمن. خلينا نحفظها هذه الجملة، احفظوها رجاء. يسوع يقول لرئيس المجمع: لا تخف، حسبك أن تؤمن، حتى وإن مات سبعين سبعون. ليس صعب شيء من شيء أمامك. هناك دائما عمال سوء، أناس سوء الذين يريدون أن يزعزعوا إيماننا. لكن علينا أن نتعلم من هذا الرئيس، رئيس المجمع اليهودي، نتعلم منه ونبقى على إيماننا بالرب. لا يزعزعنا الآخرون ولا نسمع إشاعاتهم وثرثراتهم، ليس المهمة. لا، لدينا إلهنا الناس الذين أدوا إلى الرئيس عبروا عن لا إيمان. يضع حدا لقدرة يسوع مثلما نحن أيضا نضع حد لقدرة يسوع. الكثير منا يترك يسوع على صفحة: ليس لديك شيء تصنعه لي، أعتمد أنا على قدراتي، على مواهبي، على إمكانياتي. لكن هذا الأب رئيس المجمع لم يستسلم مثلما قلت، يعطينا درسا كبيرا. لم يستسلم هذا رئيس المجمع. فهناك دائما الموت، لكن هناك بالمقابل إيمان. وكل من يؤمن لا يموت، كل من يؤمن لا يموت. كل شيء ممكن للذي هناك. دائما لدى الإنسان خوف، لدى كل واحد منا هناك خوف، والإنسان في صراع دائم ضد هذا الخوف. إما ينتصر ويتحول من الخوف إلى الإيمان، أو ينتصر الخوف عليه فيكون هذا الإنسان عند ذلك حي لكنه ميت، لأن الخوف انتصر عليه. إنزال الخوف من داخله وحل بدله، إنزال الإيمان من داخله وحل الخوف بدل هذا الإيمان، فصار حي. نعم حي، لكنه ميت لأن لا إيمان فيها. الناس الذين أرادوا أن يمنعوا رئيس المجمع من إزعاج المعلم يشبهون الذين يبكون ويمرون مثلما سمعنا بالنص. ويسوع هنا يبعد كل هؤلاء، كل هؤلاء اللامؤمنين، ولم يبقى مع يسوع الا من امن. من الذين امنوا الاب والام وبعض التلاميذ. ابعد الذين يصنعون النواح والضجيج، أبعد اللامؤمنين وبقي معهم الأب والأم وبعض التلاميذ. نحن مع من نريد أن نكون؟ هل نريد أن نبقى مع يسوع مثلما بقي التلاميذ والأب والأم، أم يبعدنا يسوع مع من نريد أن نكون؟ Wow.
ميت آخر وهو ابن الأرملة، أرملة الفلاحي. ذهب يسوع إلى مدينة اسمها نعيم، يرافقه كثيرون من تلاميذه وجمع عظيم. ولما اقترب من باب المدينة إذا ميت محمول وهو ابن وحيد لأمه التي كانت أرملة، وكان معها جمع كبير من المدينة. فلما رأى الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش فتوقف عاملوه وقال أيها الشاب لك أقول قم. فجلس الميت وبدأ يتكلم فسلمه إلى أمه، فاستولى الخوف على الجميع ومجد الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وتفقد الله شعبه وذاع هذا الخبر عنه. تكلمنا في الوقفة الأولى عن الإيمان، وهنا نتكلم عن الحنان والرحمة. تحنن عليها، ميت محمول كما يقول الكتاب، محمول أي لا حول له ولا قوة، إنسان ضعيف مثل حالنا نحن اليوم ضعفاء، وهو ابن وحيد لأم أرملة. أم وحيد أم أرملة، أرملة تبكي بكاء مرا على ابن وحيد تدفنه وهو في ريعان الشباب. وهنا مثلما قلت ويقول الكتاب لما رآها الرب تحنن عليه، تحركت أحشاؤه رحمة عليها. الرحمة كلمة تأتي من الرحم، رحم الأم، هذا الجيب الذي يتكون فيه الجنين، فيه ينمو، حيث يجد الجنين يجد في رحم الأم الحماية الكاملة. إنه الحضن الدافئ الذي يجد فيه الطفل كل احتياجاته من هواء وغذاء وماء. الرب ربنا يحنو علينا ويعتني بنا مثلما يعتني الرحم بالطفل. هل نؤمن بهكذا كلام؟ ربنا يعتني بنا مثلما يعتني رحم الأم بالطفل. يسوع من خلال عمله هذا وشفقته على الأرملة وابنها أراد أن يبين جل رسالته كمخلص حنون رحوم شفوق، وعلامة على اهتمام الله نفسه بالإنسان. يسوع أراد أن يبين عظمة الله من خلال عمله هذا وحلوه على تلك الأرملة. كثيرا ما تبدو كلمة حنان الله بالنسبة لنا بعيدة عنا وباحة، حنان الله كلمة باهتة بالنسبة لنا، نتصور وكأن حنان الله وكأن الله يلقي بحنانه إلينا كما نلقي نحن إلى الدجاج ببعض الطعام، هكذا نتصور علاقتنا وحنان الله بالنسبة لنا. فلماذا يهتم الله بوجودنا نحن هنا على هذه الأرض وهو القوي الجبار المقتدر؟ لماذا يهتم بنا نحن ضعفاء؟ هكذا نتصور حنان ورحمة الله لنا، لأننا ماذا؟ وضعنا الله فوق ونحن أسفل، نحن من العالم السفلي ساكنين وهو عالم مقتدر، لماذا يهتم بنا؟ وضعناه فوق ونحن تحت، فما قيمة هذا الحنان؟
إذا كان على الله بهذه الطريقة، أنا أول من سأقول له لله شكرا لك يا رب، لا أريد هكذا أحد. لكن بالحقيقة ليس هكذا، حلال الله أقوى وأوثق من حلال الأم. تحمل المسؤولية